السلام عليكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة والتي نخصصها للحديث عن مشهد الانتخابات الرئاسية في تونس. يتجه أكثر من 7 مليون ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم ما بعد الثورة وسط أجواء من الترقب والتعزيزات الأمنية المشددة. وتباينت التوقعات بشأن المرشح الذي قد يحسم المنافسة لصالحه، بينما يتوقع مراقبون أن تستمر المنافسة إلى غاية الدور الثاني بالنظر لكثرة المرشحين في هذا الدور وتشتت أصوات الكتلة الناخبة. التجربة التونسية بكثير من الاهتمام والتفاؤل بالنظر لكونها البلد العربي الوحيد التي تدخل انتخابات غير محسومة النتائج مسبقا وسط حديث عن خروقات شابت الساعات الأولى لعملية الاقتراع، بينما سجل حجم مشاركة التونسيين في الخارج إقبالا ضعيفا لم يتجاوز 10%. الزميل أيوب الريمي يستعرض معكم أبرز المرشحين في هذه الانتخابات. تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 سبتمبر عقب وفاة الباجي قايد سبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس قبل شهرين. ستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ينص القانون الانتخابي التونسي على أن تستمر الحملة الانتخابية لأسبوعين، وبحسب الفصل 111 من القانون الانتخابي ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المسرح بها، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات تجرى دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج. وهذه لمحة عن أبرز المرشحين. عبد الفتاح مورو أحد القادة التاريخيين ومن مؤسسي حركة النهضة، نائب عن الحركة ونائب أول لرئيس مجلس النواب منذ 2014 ثم رئيس للمجلس بالنيابة منذ 2019، يحظى بشعبية في أوساط التونسيين بالنظر لفصاحته اللغوية والخطابية. المنصف المرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الثالث منذ 2011 وحتى 2014، أسس في 2015 حزب حراك تونس الإرادة وهو الذي سيخوض به غمار الانتخابات، ويستمد المرزوقي شعبيته من تاريخه الحقوقي والنضالي الطويل. حمادي الجبالي وهو أحد قيادات التيار الإسلامي في تونس اعتقل وحكم عليه بالإعدام في عهد الرئيس المخلوع بن علي. أمين عام حركة النهضة ورئيس حكومة ترويكا سنة 2011 استقال من حركة النهضة سنة 2014. ثم لدينا عبد الكريم الزبيدي وشغل منصب وزير الصحة عام 2001 ثم منصب وزير البحث العلمي في العام الذي يليه ثم منصب وزير الدفاع من 2011 وإلى 2019. ثم نبيل قروي وهو رجل أعمال ومؤسس قناة نسمة التلفزيونية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس، وتم إيقافه بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي. فمن سيصل من هؤلاء أو آخرين إلى قصر قرطاج؟ نستعرض إذن مع الزميلة حليمة بن نصر أجواء الصمت الانتخابي والذي سبق عملية الاقتراع في هذا التقرير. العلم الوطني يرفرف عاليا، خلت الشوارع من كل اللافتات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية، فتجلت مظاهر الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الاقتراع. صمت وفق ملاحظين تم احترامه ولم يتم تسجيل تجاوزات تذكر. نص الليل بالضبط معناتها لاحظنا احترام، معناتها ما ثماش اجتماعات تجاوزت نصف الليل. اليوم الصباح انا شخصيا على بعض الطرقات الكبيره تجولت، كالمعلقات اللي تهم المترشحين معناتها مش موجوده، معناتها نحاوها من الطرقات. حاليا معناتها كيف ما ترى بصفة عامة هناك احترام للصمت الانتخابي. مبدئيا حسب ما شفنا أكثرية اللافتات الإشهارية الكبيرة تم إزالتها قبل نص الليل، ما زلنا قاعدين نشوفوا هل أنه باش يكون فما اجتماعات للانتخابات التشريعية القائمة المترشحة اللي يتم فيها توظيفها للدعاية للانتخابات الرئاسية. الصمت الانتخابي تزامن مع بدء الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعية، وهو ما من شأنه أن يخلق تجاوزات على الرغم من تأكيد هيئة الانتخابات
اتخاذها لجميع التدابير وانتشار الملاحظين والمراقبين بمختلف جهات الجمهورية. عندنا عدد من الأحزاب اللي في نفس الوقت عندها مرشح للتشريعية وللرئاسية، فغدوة التحدي الكبير أنه الهيئة يبدو أنها قالوا خذوا احتياطاتهم ليكون عندهم عدد هام من مراقبي الحملة حول مراكز الاقتراع، باش مش الحزب اللي عنده مترشح للانتخاب معناتها لزوز انتخابات غدوة يواصل حملته بتعلة أنها للتشريعية ولكن أيضا تخدم مرشحه للرئاسية. صمت انتخابي، بدء الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعية وتواصل التصويت بمكاتب الخارج للرئاسية، صورة تؤكد نجاح تونس في الحفاظ على مسارها الديمقراطي وانعكاسها على ما بدا عليه الشارع من ترقب وحماس للذهاب إلى صندوق الاقتراع والتصويت بكثافة لاختيار رئيس للجمهورية. وأرحب بضيوفي في هذه التغطية الخاصة، معي في الاستوديو جمال الدين طالب الكاتب والصحفي، وأيضا طيب غلوفي الكاتب والإعلامي التونسي، أهلا بكما. وعبر الأقمار الصناعية من تونس الصحفية التونسية حليمة بن نصر، أهلا بك معنا. وأبدأ معك حليمة عن الأجواء منذ صباح اليوم، منذ فتح باب الاقتراع، حدثينا عن أجواء اليوم، نسبة التصويت حتى الآن. لك كل مشاهدينا، بالفعل منذ حدود الساعة 8 صباحا بتوقيت تونس انطلقت عملية الاقتراع بكافة محافظات الجمهورية. في الحقيقة كنا قد تحولنا على عين المكان وواكبنا هناك حضور في الحقيقة خاصة في المكاتب الاقتراع بداخل تونس للناخبين، إقبال في الحقيقة محترم. وفق آخر رقم محين عن نسبة الاقتراع من هيئة الانتخابات في حدود تقريبا بعد ساعة من فتح مكاتب الاقتراع كانت النسبة 1.6%، ولكن هذه النسبة في الحقيقة هي أولية نظرا لأنه بعد ساعة تقريبا كما قلت من فتح مراكز الاقتراع الأخبار تصلنا من الجهات، هناك في الحقيقة إقبال محترم للناخبين خاصة هنا من فئة النساء الكهول والشيوخ، هناك إقبال محتشم لفئة الشباب، ولكن وفق توقعات بالطبع هيئة الانتخابات نسبة الاقتراع سترتفع خاصة بعد الظهر. ونحن هنا في تونس في الحقيقة الناخب يتوجه دائما في اللحظات الأخيرة لمراكز الاقتراع، شاهدنا وأيضا نسبة الاقتراع بالنسبة للخارج وفق هيئة الانتخابات كانت في حدود 10.8% إلى حدود 10 صباحا بتوقيت تونس. إذن سير العملية الانتخابية حاليا عادي حسب مراقبين وحسب هيئة الانتخابات، لا وجود لتجاوزات تذكر في الحقيقة. إذن هذه هي صورة عامة الآن. نعم حليمة، سأعود إليك مرة أخرى وأتحول لضيفي في الاستوديو الطيب غلوفوسيد. طيب كإعلامي تونسي، كيف رصدت المشهد منذ فتح باب الاقتراع داخل تونس؟ لا أريد أن أتحدث عن الخارج الآن، المشهد داخل تونس. والله الحقيقة المسألة عادية، الإقبال بدأ ضعيفا في كل تقريبا ولايات الجمهورية، كان منتظر يكون نتيجة الأعداد الكبيرة للمترشحين ونتيجة الحملة الانتخابية أن يكون الإقبال كبيرا، ولكن كان دون المتوقع. ربما ينتظر بعد الظهر أن ترتفع نسبة الإقبال، وحتى عند قبل غلق المكاتب ربما مثل الانتخابات الماضية يرتفع جدا وتطول الصفوف انتظار التصويت. هذا أولا. ثانيا طبعا سجلت بعض الخروقات في الانتخابات ومطالب كثيرة الآن من أجل دعوة الهيئة للتدخل، هيئة الانتخابات للتدخل، لأنه لوحظت كما قيل بعض المترشحين قالوا لاحظنا أصبح جهارا شراء بعض الأصوات ودفع الناخبين للتصويت لمرشح بعينه في استخدام الأموال. طبعا احنا لا نريد أن نعطي الأسماء، ولكن ثم بعض المرشحين من يتوفرون على دعم للمؤسسة الرسمية إن صح التعبير أو لبعض الجهات الخارجية يدفعون، طبعا يدفعون الناس للتصويت لهذا الخيار. الآخرون يقولون أنهم سينتبهون لهذا الأمر وأيضا سيدفعون ناخبيهم إلى الوقوف في وجه هذه الفئة التي تشرى
أصواتها مقابل دعم مالي سخي. في جميع الحالات الحملة أو التصويت ما زال في أوله وهو مفتوح على كل الاحتمالات. وأيضا هذا المهم أنه دائما وسائل الإعلام التونسية كانت تعطي ما يسمى الإكزيت بول، الاستطلاعات التي بعد التصويت تأخذها من الناس، وهو معمول به ومسموح به أيضا لأنه يأتي قبل التصويت بعد التصويت وليس قبله. هذه الاستطلاعات ننتظرها الآن أن يظهر أولها ربما في القنوات التلفزية في الساعات القادمة. طيب سيد جمال، الحديث عن الدعم المالي من وجهة نظرك، من المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية يستطيع أن يوفر دعم مالي يشتري به الأصوات؟ هناك من لهم أموال في تونس، يعني ربما ليس رفعا حرج عن زميلنا طيب الغلوفي، ربما هناك مثلا من يقول بأنه مثلا القرم بل سكوني بين قوسين تونس كل مشروعه وترشحه وحتى أحيانا تقدمه في استطلاعات الرأي، وإن كان هناك جدل كبير حول فبركة هذه الاستطلاعات، بنى كل مشروعه هو ترشح الانتخابات بسبب السخاء المالي لمساعدة الفقراء والمحتاجين في مناطق تونس القصية بشكل خاص. نعم. وأيضا هناك من يتحدث كذلك عن محاولات خارجية للتأثير، أولا محاولات عرقلة من دول إقليمية لا تريد التغيير في المنطقة، يعني بدون لف ولا دوران، مع أنه طبعا التجربة التونسية تتابعها المنطقة، وأنا من الجزائر والجزائريون يتابعون. نعم. لأنه فيها بعد طبعا مهم في المنطقة، وفي المنطقة العربية موبوءة بانتخابات مغلقة معروفة محسومة النتائج، يتابعونها كنموذج يعني بكل ما له وله الكثير وبما عليه، من بينها ما عليه محاولات التدخل الخارجي والتأثير وعرقلة الانتقال الديمقراطي في تونس كنموذج، كنقطة مضيئة للتغيير، انتخابات ليست معروفة. نعم. مع محسومة النتائج، بينما في غالبية كل الانتخابات في المنطقة العربية الموبوءة محسومة النتائج، تونس رغم كل شيء هل برأيك الرئيس ليس معروفا. برأيك تتدخل دول عربية بعينها ضد هذه التجربة التونسية؟ يمكن أن تتدخل لدعم مرشح بعينه؟ اللافت أنه بعضها من انسحب ودعم مرشحا بعينه مثلا بدون ذكر أسماء هنا ربما لكي لا نؤثر كما يقول طيب الغلوفي، معروفة بلا روابط مع الدول العربية من الثورات المضادة، يعني طيب. محسوبة على محاولة عرقلة أي انتقال ديمقراطي لكي لا تلتقي العدوى في المنطقة. طيب جميل. وعرقلت فينا في مصر، في ليبيا وتونس. طيب من هذه الدول العربية نعود إلى تونس مرة أخرى سيد طيب. الزميلة حليمة تتحدث عن عزوف الشباب وهذا لافت للنظر في الساعات الماضية، لماذا؟ هل هو ملل من السياسة والانتخابات أم أن هناك أسباب أخرى؟ والله شوف، هو هذا فاجأنا حقيقة. لماذا؟ لأنه قبل الانتخابات قيل، لما بدأت عمليات التسجيل قيل أنه ثم حوالي تقريبا ما يقارب 1,000,000 مسجل جديد أغلبهم من الشباب. نعم. حتى قيل وقتها في الحوارات ما بين التونسيين، قيل هذا 1,000,000 الذي يأتي فجأة ومن الشباب، هل ثمة جهة تريد أن تستغل الشباب التونسي ضمن توجه معين؟ بعضهم استبشر، قال هذا دليل جيد وعلامة جيدة وصحية في الانتخابات التونسية. ولكن اليوم تفاجأنا أنه المراقبون كلهم تقريبا يقولون لنا الإقبال لم يكن كما كان منتظر برغم هذه التسجيلات الكبيرة للشباب. لم يكن منتظرا، هل لأنه ما زال صباحا ويوم أحد أنت كما تعرف، فربما الناس بطبيعتها في الصباح الأحد يعني ينامون يستيقظون متأخرين، ثم العائلة تفطر مع بعض، الخروج يكون متأخر، ثم التصويت هو أيضا مشروع للعائلة كلها. فهذا لماذا؟ ربما نحاول أن نفهم لماذا الإقبال ما زال قليلا. يبقى الشباب، لأنه قيل أنه الذين شاهدوا عن صور للذين يقفون في الطوابير ينتظرون التصويت أغلبهم من الكهول ومن كبار السن. رأيك طيب لماذا؟ يعني كيف تفسر هذا؟ شوف، هو هذه الظاهرة بدأت منذ انتخابات 2014، هو تعبير على أنه الشباب يائس من السياسيين. الانتخابات إذا كان المواطن لا يرى فيها تغييرا ملموسا يوميا يصبح زاهدا فيها، هذا أول. ثم ثانيا الصعوبات الاقتصادية أول ما تمس الشباب، لماذا؟ لأن الكبير عادة يكون وضعه المالي شبه مستقل،
سواء كان فقيرا أو غنيا، ولكن الشاب دائما طموح، إذا لا يجد مصداق لهذا الطموح الذي يعيشه لا يعطي ثقة في هذه الانتخابات. هذه على كل حال معروفة حتى في الديمقراطيات العريقة. طيب. يعني دائما نعم. الكبار أكثر إقبال من الصغار. نعم، نتحول إلى زميلة حليمة مرة أخرى. السؤال عن هذه الأموال التي تحدث عنها ضيفايا في الاستوديو، حليمة، هل رصدتم منذ الصباح أي خروقات من هذا النوع، مرشحين بعينهم ينفقون أموال لشراء الأصوات؟ في الحقيقة نعم في الحقيقة لم نلاحظ، كنا تحولنا على مختلف مراكز الاقتراع، كانت هناك تواصل مع زملائنا الصحفيين وأيضا المراقبين منظمات المجتمع المدني. في الحقيقة لم نسمع عن هذه الأموال أو تدخلات لشراء الأصوات عفوا. هذا كله يبقى حديث في الحقيقة، ليس له دليل ثابت، وبالتالي لا يمكن أن نأخذه محمل الجد. إن حصلت تجاوزات، هناك في الحقيقة ما يقارب 13,000 ملاحظ على مختلف مراكز الاقتراع وحوالي 400 ملاحظ من الخارج، لا نريدها أن تكون، لا يمكن أن نتحدث فقط عن تجاوزات، وبالتالي يمكن أن تكون الصورة أفضل من هذا. نحن اليوم نعيش على وقع انتخابات ستكون حرة ونزيهة وديمقراطية، الناخب التونسي سيختار رئيس للجمهورية، وبالتالي لا يمكن فقط الحديث عن تجاوزات وتأثير، وهذه في الحقيقة صورة سيئة يمكن تمريرها للناخب التونسي. طيب، بالحديث عن استطلاعات الرأي في الساعات الماضية، هل هناك مرشح متقدم يمكن القول أن المنافسة باتت تنحصر بين هذا وذاك، أم أن الصورة لم تتضح بعد؟ في الحقيقة يصعب جدا التكهن بمن سيكون فائز في الدور الأول والمرور إلى الدور الثاني. نحن هنا نتحدث عن 24 مترشح، كانوا في البداية 26 مترشح، ونظرا لتخلي كل من محسن مرزوق وسليم رياحي لفائدة عبد الكريم الزبيدي، وبالتالي لا يصعب جدا الحديث عن من سيكون في الدور الأول، تبقى كلها تخمينات وصبر الآراء. في الحقيقة لا يمكن أن تكون هناك نتائج صبر آراء إلا بعد 6 مساء، أي بعد انتهاء غلق مكاتب الاقتراع وبداية ظهور النتائج الأولية بعد 6، بعد حوالي ساعة أو ساعتين من غلق مكاتب الاقتراع، وبالتالي يصعب جدا الحديث عن أو التكهن بمن سيكون فائز في هذا الدور الأول والمرور. حليمة بن نصر، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيوفي مرة أخرى. جمال، يعني الحديث قبل بداية هذه التغطية كانت هناك بعض الأقاويل على مواقع التواصل أن المنافسة تنحصر بين عبد الفتاح مورو مرشح النهضة وبين الزبيدي الوزير السابق، هل تتفق؟ هناك من يذهب هذا المذهب، وأنه مثلا أنه وتخندقات أو ربما مع معسكران بين قوسين، صح التعبير، يعني ربما النظام محسوبين على النظام القديم، من محسوبين حتى على الدولة العميقة بين قوسين في تونس، يعني بقايا نظام بن علي، وأيضا حتى القوى الخارجية التي لها رهان على عدم تغيير حقيقي جذري أو عدم وصول الإسلاميين مثلا أو ثورة المضادة، أو القوى التي الخارجية الأخرى، هذه القوى العربية، القوى الأجنبية الفرنسية بشكل خاص التي ربما تراهن على التيار الحداثي العلماني بين قوسين، مع أنه طبعا في تونس الكثير من التنازلات قدمت من التيار الإسلامي والنهضة بشكل خاص. ربما أرجح تذهب مثلا مرزوق دعم في النهاية سحب لصالح زبيد، نعم، بينما النهضة الغنوشي نفسه طالب مثلا المرزوقي الرئيس السابق بدعم عبد الفتاح مور، على اعتبار النهضة دعمت في السابق المرزوقي. هذه هي الصورة، يعني الأرجح طبعا ترجح المنافسة ستنحصر بينهما، أم أن هناك حدود للشاهد وآخرين؟ المفارقة أيضا الشاهد هي المفاجأة الكبيرة، الشاهد على أساس أنه
كان المفروض رئيس حكومة، ولكن طبعا هناك حالة من اليأس مثل ما قال الزميل طيب الغلوفي، خاصة في الأصوات في الطبقات في لدى الشباب. يعني هناك مثلا كان هناك ريبورتاج مؤخرا عن مهد الثورة التونسية في القيروان مثلا، وهو بارومتر معبر فعلا عن وبالشواهد أن هناك حالة تذمر في أوساط الشبان وليس لهم ثقة في التغيير، وأيضا خاصة الفوائد الاقتصادية مع كثرة الانتخابات. لكن أنه هناك الجميل في هذه الانتخابات في تونس، يعني أنها ليست محسوبة، لن يفوز السيسي 99% أو لن يكون هناك من البداية تصوير واضح. يعني هناك يعني بعض الملاحظات ولكن لا ترقى إلى ذلك التصوير يعني. نعم. ثم الهيئة التونسية لمراقبة الانتخابات، هذه ثاني انتخابات رئاسية في تونس وليس لها هناك ملاحظات على تحيزها وغيره. هذا هو جميل. الجميل في الصورة الأكبر. هناك طبعا في التفاصيل أيضا لا ننسى أن المفارقة في تونس أنه مرشح في السجن القروي بالقروي الذي أيضا المفارقة له حدود يعني، ويحظى بدعم. نعم. بسبب بين قوسين عمله الخيري وإنفاقه الكثير من الأموال على الطبقات الفقيرة، وهو مسجون وبعض استطلاعات الرأي بالعكس طبعا هناك جدل كبير حولها ما مدى صحتها تعطيه كذلك أسهما كبيرة في هذه الانتخابات. سيد طيب، إذا ما استمرت الصورة بهذا الشكل، ضعف التصويت، ضعف نسبة المشاركة، عزوف الشباب، في مصلحة من يصب هذا؟ في مصلحة النهضة أم في مصلحة مرشحين آخرين؟ شوف، هي العملية في ذاتها مربوطة ببعض. يعني مثلا في تونس الانتخابات بدأت بسؤال كبير في الاستطلاعات. نعم. أنه نبيل القروي الذي حقيقة عند النخبة ليس صورته ليست جيدة، نبيل القروي مدير قناة تلفزية وعنده يعني جمعية خيرية يتقدم في التصويت، أعضاء وقيادات كبرى من نداء تونس ذهبوا على رأس قوائمه في حزبه في التشريعي، أكثر من ذلك البرلمان يصوت من أجل استبعاده باعتباره يملك قناة تلفزية ويستعمل عمل خيري في السياسة بما يسمى شراء الأصوات. لا. وأيضا تهرب ضريبي، فقالوا يصبح بالقانون ممنوع من المشاركة في الانتخابات، الذي فاجأ الرئيس البلجي قيد السبسي رفض المصادقة على القانون الذي صدق عليه في البرلمان. الإجراء الدستوري كيف يكون؟ لما يصادق على القانون في البرلمان ينتقل إلى رئيس الجمهورية حتى يصادق عليه، إذا رئيس الجمهورية لا يوافق يرجعه للبرلمان في قراءة ثانية، وإذا البرلمان استمر في الموافقة عندها رئيس الجمهورية ملزم لأن البرلمان قرأ القانون مرتين. النقطة أين حصلت؟ الباجي قيد السبسي رفض أن يوقع على القانون، وأنا استدعيت في قناة التلفزية وقلت المفروض محمد الناصر الرئيس سيكون أول خطواته التوقيع. لماذا؟ لأنه الباجي لم يوقع ونحن لا ندري لماذا لم يوقع، هو مريض وكان مريضا حقا. فقال، كان مشارك معي أحد قيادات النداء من نداء حافظ قائد سبسي، قال لي الرئيس محمد الناصر ملتزم بقرار النداء بعدم التوقيع على القانون. بمعنى من المعاني الحزب الذي يكره يوسف الشاهد يريد للقروي أن يستمر. إذن النداء لم يرد أن يوقع على القانون، والقانون لا يعود إلى البرلمان لأن الرئاسة أصبحت ملزمة. وبهذا المعنى نبيل القروي هرب، منع من هذا الإجراء القانوني الذي كان سيعيقه عن الترشح، فأصبحنا نرى رئيسا مترشحا معناه مترشحا للرئاسة يتقدم الاستطلاعات وهو في السجن بتهم كبير. والناس قالوا للهيئة لابد أن يعني أن تحسم في الأمر، الهيئة لا تستطيع لأنه هو الآن على ذمة التحقيق، لو كان هناك قانون حكم قضائي خرج لكان منع، ولكن الحكم فهي العملية كلها في ورطة. هذا أولا. طيب. هذا الرجل الحديث عن نسب الكتل التصويتية لكل مرشح، يعني النهضة. نعم. أنا جايك. إذن عندنا نبيل القروي يتقدم نوايا التصويت وهو في السجن، كانت الأخرى بين قيس سعيد، الرتبة الثانية كانت في كل الاستطلاعات تقريبا كانت بين ثلاثة، قيس سعيد اللي الأستاذ الجامعي وعبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد. الجديد الذي حضر كما قال الزميل جمال أنه أزبيدي
أصبح الآن آخر الاستطلاعات أصبح يتقدم. لماذا؟ لأنه عنده زوج حزبين وقفوا معه، وربما أيضا هو متهم في كثير من الإجراءات الغير صح التعبير غير سليمة. إذن أصبح عندنا على الدور الثاني الآن أربعة، يوسف الشاهد وما تراجع قليلا أربعة، قيس سعيد، عبد الفتاح مورو، أزبيدي ويوسف الشاهد. من هؤلاء الأربعة سيكون ثانيا للعب مع الدور الثاني مع نبيل القروي. إذن الصراع شديد جدا بين الخمسة الأوائل حتى يختار منهم التونسيين اثنان يشاركون. الاستطلاعات لا يوجد هناك استطلاع ثابت يعطي نتيجة نهائية. أنا رأيت سأعود بعد الفصل لأن يجب أن نذهب إلى فصل للحديث عن الكتل التصويتية، والكتل التصويتية للنهضة لا تتأثر لا بضعف المشاركة أو بالإقبال الكبير لأنها كتلة ثابتة. على كل حال تغطيتنا مستمرة بعد الفصل، تابعونا. أهلا بكم، تغطيتنا مستمرة والحديث مستمر عن الانتخابات الرئاسية في تونس، ونبدأ هذا القسم من التغطية بآراء الشارع التونسي حول المشهد الانتخابي، نتابع. المساء تم فيه ولا سال الانتخابات هذه معناها توضح مدى نضج الشعب التونسي وإيمانه بالديمقراطية، وماذا بين الشباب الكل يتوجه النهار لحد صندوق الاقتراع باش يختار الرجل المناسب في المكان المناسب. نحب ننتخب، نحب نغير، نحب مستقبل لأولادي، نحب الأمن، نحب الاستقرار، نحب تونس معناها مزيانة كما كانت مزيانة. ذاك علاش نحب ننتخب. المواطنين يلزمهم باش يغيروا، يلزم، ما فهمش حتى حل إلا الانتخابات، صندوق هو الحل. قدمت في الانتخابات ونحب نغير مسار البلاد ونحب ننتخب واحد نزيه ونظيف ويؤمن بالثورة ويؤمن بمكاسب الشعب ويحب المساواة والعدل ويحب يغير البلاد بالرسمي ويزينا من المنظومة القديمة ما اللي حكمت البلاد 63 سنة وما رينا منها حد شيء. نحب على واحد شباب يحكم تونس بالعدل وتطبيق القانون وعلوية القانون على الناس الكل. والرسالة اللي نوجهها للشباب التونسي كونه غدوة بعد غدوة يمشي كله ينتخب ويعطي صوته، لأنه صوته هو الواحد معنى القادر يغير بها المسار الانتخابي. باش نصوت باش يجينا رئيس باهي، نستنوا في معناه حاجة باهية لتونس، تونس خاطر مشيت ما عادش كقبل، وماذا بينا اللي مش ترشحوه على الأقل في المعيشة، رخصونا في المعيشة، يشوفونا البطالة، عنا برشا بطالة، وكذا كهو سبيطارات بربي كان يعملونا مزية سبيطارات رام حالة. أنا مواطن تونسي، أول مرة باش ننتخب معناها باش نقيد في الانتخابات، فهمتني؟ ماذا بينا يعملونا حاجة كيف في تونس معناها ما جايبين يجينا شكون معناها فهمتني يصلح البلاد ويعمل البلاد، خاطر بون شباب ما رينا حد شيء معناها من عهد بورقيبة مش من عهد بن عليمة، ما رينا حد شيء. كان الفساد في البلاد في كل شيء معناها فهمتني، الدولة معناها ماهيش قايمة بحد شيء، اسمع فيا، كان الفساد للمشاكل كل شيء موجود في البلاد فهمتني، وما نعرفش معناها ما فماش سلاح في البلاد معناها حتى تويك باش تنتخب تبقى باش تخيل ما بين شكون معناها باش تنتخب فهمت، باش تقول فلان ما تنجمش خاطر ما فما حتى كونفونس في حتى واحد معناها فهمت، وان شاء الله معناها ننتخبوا انسان معناها يكون وثيق البلاد ويخدم البلاد. أجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو في هذه التغطية، جمال الدين طالب الكاتب الصحفي والطيب غلوفي الإعلامي التونسي، وأرحب بضيفي أيضا عبر الهاتف الذي انضم إلينا الدكتور محسن السوداني عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي. أهلا بك دكتور. المجتمع السياسي التونسي ومن خلال لكن الذي أقوله بالنسبة لمسؤولية الدولة في دكتور محسن أهلا بك معنا. التعاون طيب حتى يعني الزملاء يعالجوا الصوت، أبدأ معك جمال. كنا نتحدث قبل الفاصل في فكرة الكتل التصويتية، حركة النهضة تنظيم قوي، حركة قوية لديها كتلة تصويتية ثابتة لا تتغير بشكل كبير، هل تتوقع أن تتأثر الكتلة التصويتية للنهضة بفكرة ضعف نسبة المشاركة؟ ربما، ولكن لافت كذلك أنه عبد الفتاح مورو مرشح النهضة خطابه يعني منفتح بالعكس، يعني أنه قدمها برغم يعني حتى الذين كانوا يقوموا يعني مشاهد لافتة الذين يقومون
بالدعاية شباب وشابات في تونس مثلا ليست تلك الصورة النمطية لمرشح على أساس أنه بلباسه التقليدي أو بتوجهه بين قوسين الإسلامي، بالعكس قد يكون له كما يقول التعبير الإنجليزي أبيل، يعني يكون له حضور أو بعض المناصرة من ليس بالضرورة من النهضة، من تيارات أخرى ترى فيه تلك الشخصية يعني أحيانا حتى الفكاهية المتحدث الجيد اللبق المنفتح سريع البديهة، ربما بالعكس ربما الصورة ليست بتلك النمطية. يعني طبعا ربما المؤسف فقط يعني الملاحظة على كل الإيجابيات الموجودة في تونس هي حالة مثل ما ذكرنا حالة التذمر في الكثير من الطبقات، وأيضا حالة الحالة التي سمحت أو المشهد أو البيئة التي سمحت مثلا بأن يكون لمقاربة شعبوية من شخص مثل القروي يكون له حضور شعبي فقط لأنه لعب على العمل الخيري وكسب قلوب التونسيين المعدمين، وبرغم طبعا أنه هو محسوب على نظام بن علي وأيضا على نداء تونس وعلى من لا يريدون تغييرا حقيقيا في تونس، يعني فقط بأمواله استطاع أن يكون له هذا المكان وهذا الحظوة، وأصبح ينافس مثلا الشاهد رئيس الحكومة التونسية. طبعا أداء الحكومة في ذهب لأبعد من ذلك، قال أن القروي رقم واحد والبقية تنافسون على المركز الثاني. بعض الاستطلاعات الرأي فعلا مثل ما كان يقول طيب الغلوفي تعطيه هذه الأفضلية، طبعا إلى جانب القروي طبعا لعب دورا كبيرا لا تنسى في وصول الرئيس السابق الرئيس الراحل الباجي قيس السبسي، هو رجل يسيطر على الإعلان في تونس على سوق الإعلانات في تونس، وكان له قناة النسمة لعبت دورا كبيرا في حملات أيضا على النهضة والعزف على الوتر الأيديولوجي، طبعا بحسابات أو بتدخلات حتى خارجية في هذا الموضوع. يعني هذه هي الصورة، ولكن لا أعتقد أن القصة كلها مرتبطة بالكتل الانتخابية. أنت تحدثت عن التدخلات الخارجية أكثر من مرة، دعني أنقل هذه المخاوف لعضو لجنة الأمن والدفاع دكتور محسن السوداني، أهلا بك معنا. مرحبا بضيوفك الكرام بكل السادة المستمعين وشكرا على الاستضافة. نعم، أبدأ معك من رؤيتك للمشهد حتى الآن، مشهد الانتخابات الرئاسية في تونس، كيف قيمت الساعات الماضية؟ هو من حيث المبدأ أن يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية 26 مترشح في بلاد عربية، هذا تقليد ومشهد لم نألفه بالمطلق. أن يكون أيضا بين المترشحين وزير حكومة مباشر السيد يوسف الشاهد، وزير حكومة سابق السيد مهدي جمعة، وزير حكومة سابق أيضا السيد حمادي جبالي، رئيس دولة سابق السيد دكتور منصور مرزوقي، وبعض الوزراء الآخرين، هذا في حد ذاته حدث دال عميق مشحون بالدلالة ومثقل بالمعاني الإيجابية التي لم تعهدها البلاد العربية بالمطلق. هذا من حيث الشكل. أن يصطف هؤلاء جميعا على ثلاث مراحل في مناظرة تلفزية مباشر يشاهدها جميع التونسيين ويشاهدها العالم أجمع في مشهد أنيق حضاري يدل على أداء مدني متحضر، هذا في حقيقة الأمر شعار وتاج مهم جدا نفخر به نحن كتونسيين في الوقت الذي يقتتل فيه يتحاور فيه غيرنا بالرصاص بالاقتتال بالعنف، نحن نتحاور بشكل مدني راقي جدا 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 بغض الطرف عما يمكن أن تؤول إليه نتائج الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك. هذا من حيث المبدأ، وبالتالي نحن نفخر بهذا المشهد ولنا أن نزهو به، لأنه في حقيقة الأمر في عهد قريب لم يكن بالمطلق واردا حتى لدى أكثر المتفائلين لدينا. لما توفي السيد رئيس الدولة السابق رحمه الله الباجي قايد السبسي لم تقع لا نشر آليات عسكرية ولا دبابات ولم تتوقف الحياة السياسية ولا الاقتصادية على غرار عادة ما يقع في بلدان عربية أخرى لما يموت الرئيس، بل يظل الرئيس موجود في حالة موت لمدة 15 يوم أو حتى شهر، وتقع ترتيبة أولية لنقل السلطة ويكون نقل السلطة بعملية يعني رهيبة جدا. نحن تمت عملية الانتقال بطريقة سلسة تقريبا في 4 ساعات، تسلم السيد رئيس البرلمان الأستاذ محمد الناصر السلطة وتولى رئاسة الدولة كرئيس انتقالي مؤقت بطريقة سلسة جدا جدا بحسب ما يقتضي الدستور. هذا من حيث المبدأ.
طيب دكتور، يعني أنا معي في الاستوديو جمال الدين طالب الكاتب الصحفي وطيب غلوفي الإعلامي التونسي، وهناك بعض المخاوف عن تدخلات لدول عربية تحديدا لدعم هذا المرشح أو ذاك، وخاصة أن هناك مرشح ينتمي لحركة النهضة، ينتمي للإسلام السياسي، ربما يذهب للجولة الثانية وربما يصبح رئيس تونسي. أنتم في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، هل لديكم معلومات عن هكذا تدخلات من دول عربية؟ التدخلات من الدول العربية لم تعد خافية، وردت في تقارير ذات مصداقية عالية، أيضا كان لها صدى هنا حتى في الإعلام التونسي، والسيد رئيس الجمهورية السابق رحمه الله أسر أو حتى أعلن بشكل أو بآخر، يعني بشكل يكاد يكون صريح، اللي هو خضع لضغوطات لما تولى رئاسة الجمهورية ولما نجح في الانتخابات الرئاسية 2014، هذا لم يعد خافي. ولكن نحن شيئا فشيئا كلما تقدمنا أكثر، كلما اكتسبت التجربة الديمقراطية في تونس مناعة وحصانة ضد التدخل الأجنبي المغرض، لأن التدخل الأجنبي في إطار التفاعل، في إطار الحوار، في إطار التشاور، في إطار التعاون المشترك ضمن واقع عالمي انهارت فيه الحدود الجغرافية ولم يعد لها من معنى، لأنه الآن الطرق السيارة للإعلام، الطرق السيارة للإنترنت، طرق السيارة للفيسبوك لم تعد بين قوسين تحترم أي حدود جغرافية. هذا في إطار التعاون، نحن نتعاون مع الأطراف، كل الأطراف المتداخلة سواء وطنيين أو إقليميين فيما بطبيعة الحال يرضي الشعب التونسي ويحافظ على سيادته وقراره السيادي وسيادة ترابه. أما ما عدا ذلك فإنه نحن نعتقد أنه تدريجيا التجربة في تونس تكتسب مناعة قوية وحصانة قوية ضد الاختراق، سواء الاختراق بالإعلام المغرض والمشابه على غرار ما يقع من مناوشات أو ما يقع من قصف إعلامي للتجربة التونسية ومحاولة نيل من الإسلام السياسي ورموزه وشخوصه، أو حتى من التجربة التونسية بوجه عام. إحنا الاختراقات هذه أو محاولات الاختراق ومحاولة التدخل لا تخيفنا، بالعكس الشعب التونسي على قدر كبير من الوعي، ولحد الآن اليوم تجرى الانتخابات والشعب التونسي إلى حد الآن غير متيقن ممن سيكون رئيس، وهذه عندها دلالة عميقة جدا. نعم. دلالة عميقة جدا، لأنه في وقت من الأوقات ولعهد قريب كان الرئيس تقريبا معلوم حتى قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية، وحتى أن يفتح باب الترشح، وحتى أن قبل أن يترشح المترشحون المعنيون بالرئاسة أصلا كان معناها محسوم. نعم. الآن معناها الآن تجرى الانتخابات، وإلى حد الآن بين قوسين لم يرجح اسم بشكل حاسم قطعي سواء في الدور الأول أو الدور الثاني، يعني التوقعات متعددة، وهذا عنده دلالة قوية جدا أنه التونسيون هم سادة مصيرهم في تقرير من يكون الرئيس. شكرا جزيلا لك دكتور محسن السوداني، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من تونس. وأعود إليك طيب غلوفي مرة أخرى، هذا القدر من التفاؤل الكبير الذي يتحدث به عضو لجنة الأمن والدفاع، تونس الآن أخذت مناعة من التدخل الأجنبي، المسار الديمقراطي ينجح واحدة تلو الأخرى، هل أنت بهذا القدر من التفاؤل بالوصول لهذا المشهد ومن ثم الوصول إلى رئيس منتخب للمرة الثانية؟ تونس أخذت مناعة من تدخلات عربية من دول الثورة المضادة؟ شوف، تونس أخذت مناعة طبعا ليس بقوتها العسكرية، هي بما اتفق عليه التونسيون من هذا النظام الديمقراطي، بل كثير من التونسيين يقولون هذه الانتخابات وهذا النظام السياسي القائم حاليا نعتبره برغم ما فيه من إيجابيات هو الحد الأدنى، كنا نريد أفضل بكثير من ذلك، نريد أداء أفضل، نريد مراقبة للحكومة أكبر، نريد رئيس جمهورية ربما أو وزراء أكثر مساءلة في البرلمان. التونسيون إذا رأيتهم دائما يتهمون كل محاولات للانفراد بالسلطة، حتى ما قيل إنه بعض المرشحين مثلا عبد الكريم الزبيدي يريد أن يغير الدستور، يريد صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، قالوا السلطة التنفيذية رغم المشاكل تكون مقسمة بين رأسين أفضل أن تكون ضمن رأس واحد. هذه كلها إيجابيات، ولكن أيضا المخاوف ما زالت قائمة. أنت لا تنسى أنه الفشل الحكومي المتواصل والتراجع الاقتصادي هذا سيؤثر كثيرا، يؤثر أولا في عدم الإقبال، ثم ثانيا يصبح مساءلا للنظام كله. إذا أنا تونسي، أنت تعرف هذه دولة ساحلية، دولة مبسطة ليس فيها تنوع، فإذا الحكومة أداؤها يكون ضعيفا هذه مقدمة لذهابها دائما، ولذلك الخوف هو من هذا الفشل الحكومي أكثر من الانقلاب على العملية الديمقراطية، مع أني أنا أقولها صراحة من هنا، هذا رأي محلل سياسي وليس رأي انتخابي، أعتقد الخمسة الأوائل الذي تحدثت عنهم والذي اثنان منهم سيكونون في الدور الثاني، أعتبر أخطرهم هو عبد الكريم الزبيدي. عبد الكريم الزبيدي عنده علاقات مع مصر،
مع بعض الدول العربية للتجديد الديمقراطية هو قريب جدا من التيار العلماني المعادي لأي محاولة للالتقاء بين التيارات السياسية سواء كانت الإسلامية أو العلمانية. عبد الكريم زبيدي يشكل خطرا، ولكن أعتقد أنه الأغلبية التونسيين أغلبية على المرشحين متفقون على الثورة التونسية على المسار الديمقراطي. ما هو الخطر الذي يمثله؟ يمثله هي أراؤه. مثلا في الحملة الانتخابية قال أنا لما كان البرلمان يريد أن يثبت شغور رئيس الجمهورية قلت لهم كفوا عن هذا، أنتم تذهبون إلى انقلاب على الرئيس، لم يمت بعد الرئيس في الواحد، وأنا ممكن أرسل الدبابات إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى البرلمان. وطبعا بعض الوزراء وبعض أعضاء البرلمان قالوا له من أنت حتى تقول هذا الكلام، أنت رجل مجنون كذا. فهو بين أنه عنده قدرة توصلية ضعيفة، وأيضا أراءه كلها يتحدث عن عودة هيبة الدولة، عن ذهب إلى عبد الفتاح السيسي إلى زيارات إلى الدول الأخرى، إعادة العلاقات مع بشار الأسد، علاقات مع بشار الأسد مع مصر. هذا كله دليل على أنه طيب. توجهاته ربما تخيف بعض الذين يرون أن تونس استقرت تجربتها الديمقراطية، ومحاولات الآن التنازل من بعض الأحزاب لصالحه أعتقد أنه حتى ولو حتى على فرض في الوضعية الأسوأ أن يفوز لن يكون قادرا أن يتصرف، وكأنه ينتمي طيب. إلى نظام قديم يريد جميل. أن يعيد التجربة الرئاسية القديمة، وهو كان وزيرا في عهد بن علي. الحديث عن أن مشهد الاستقطاب السياسي الحاد الذي يصاحب أو يلازم كل سباق انتخابي في أي دولة غير موجود بهذا القدر من الحدة وهذا القدر من السوء والسلبية في تونس. هناك مشهد حتى المناظرات لم يكن فيها هذا المشهد الحاد من الاستقطاب. إذا ما وصل مورو وحركة النهضة في مقابل الجبيدي كما تحدث عنه طيب غلوفي بكل هذا الدعم المصري ومن معسكر الثورة المضادة أيضا، كيف تتوقع المشهد في تونس؟ ربما بالعكس أنه قد يحدث المفاجأة مورو. طبعا هناك أموال، الصورة واضحة بدون لف ولا دوران، هناك أموال، هناك من له مصالح، هناك القوى الخارجية، هناك حتى الدولة العميقة بين قوسين، يعني من ربما الرهان وأكثر على زبيدي على اعتبار أنه مصالح هؤلاء مع هذا الشخص هو الأقرب لهم من وجهة نظر، هو الأقرب يعني بعدة معطيات. بينما مورو بالعكس بخطابه الذي ليس منحصرا فقط في النهضة، حتى النهضة انفتحت يعني وقدمت تنازلات يعني الذي كان، ولكن الإمارات والسعودية ومصر تتعامل مع النهضة بأنها انفتحت أم بأنها لا. الصورة واضحة بالنسبة لهؤلاء أنه يعني حتى إعلاميا يعني برغم كل ما قدمت النهضة من تنازلات محاولات ربطها بالإرهاب والإخوان المسلمين وهوس ما أنه النهضة بالعكس يعني. وأيضا للأمانة كذلك يجب أن يشكر الراحل الباجي قايد السبسي الذي تعرض لضغوط كبيرة ولكنه تعامل بكل انفتاح يعني بالعكس يعني هو الذي كان محسوبا على نظام بورقيبة ونظام وحتى ايديولوجيا ربما محسوب على التيار بين قوسين الذي يمكن أن نسميه التيار الاستئصالي، ولكنه تعامل بالكثير من الحرص على المصلحة الوطنية في تونس يعني برغم كل ما عليه يعني، وتعامل مع النهضة وكانت هناك تحالفات وغيرها. المهم بالنسبة للتجربة التونسية أنه في هذا المحيط المظلم في هذه المنطقة الموبوءة المنطقة العربية صراحة النقطة مضيئة يعني. اليوم مثلا مثل ما قال الأخ من تونس يعني أنه مرت الأمور بسلاسة، تصور مات رئيس رئيس سابق ووزير واستلم الرئيس الحالي محمد الناصر. هناك صورة يتم تداولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة صورة جميلة، يقف في الطابور عادي مع كل مواطنين ينتظر دوره لأداء واجبه الانتخابي، بينما مثلا للمقارنة بين الشقيقة الصغرى كما تسمى بالنسبة للجزائر والشقيقة الكبرى الجزائر هناك تخبط. اليوم تم الإعلان عن اللجنة التي ستشرف على الانتخابات والتي تريدها قيادة الجيش فرضها على الجزائريين، كلها من تقريبا من النظام القديم كان وزير للعدل هو الذي سيشرف على هذه وفي نفس النظام وكان محسوبا على مدير المخابرات. نعود لتونس مرة أخرى سيد طيب غلوفي، ما هي الضمانات التي يمكن أن تحافظ للتجربة التونسية على خصوصيتها بعيدا عن تدخل محور الثورة المضادة؟
شوف، إذا قلت الضمانة الرئيسية أقول لك هو الشعب التونسي. الشعب التونسي لم يذهب للصناديق، الشعب التونسي واضح أنه التونسي مل من كل ما يحدث. شوف، لا 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 لا، لا نخلط الأشياء. في بريطانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة نسب التصويت منخفضة، ولكن الإجماع على الديمقراطية وعلى الحرية لا مساومة فيه. في تونس أيضا قد لا يذهبون للتصويت، ليس معنى ذلك أنهم يرضون بعودة النظام القديم وأساليب حكمه، لا أبدا، هذا أمر مختلف تماما. ثمة إجماع حقيقي على النظام السياسي الجديد الديمقراطي، وحتى النخب العلمانية التي تحن للنظام القديم لا ترى من سبيل، لا ترى من سبيل غير الديمقراطية والحرية. أعطيك مثالا واحدا، سأعطيك مثال. عبد الكريم الزبيدي قال، أنا كلمت رئيس الحكومة وقلت له إذا البرلمان يريد أن يثبت شغول والرئيس ما زال في المستشفى أنا آمر بإغلاق البرلمان بالدبابات. قال واحد من اليوم تنازل له، أمس تنازل له، محسن مرزوق، أرد في حوار تلفزي أو إذاعي قال من أنت حتى تجيب الدبابات؟ أنت مجنون؟ هو رئيس الحكومة عنده قوة الحرس وتحت إرادته، وأنت تأتي بالدبابات؟ من تكون أنت؟ أنت هذا كلام واحد مجنون. يعني الإجماع حتى وهو يدعمه قال فيه هذا الكلام، الإجماع حول التجربة الديمقراطية التونسية، حتى التيارات العلمانية إذا أرادت من شيء تذهب إلى توقيعات وعرائض ولا تفكر في غير ذلك. ثم إجماع حقيقي في هذا الأمر، مثل تقريبا الإقبال لا يعطيك هذه الصورة. الإقبال هو تعبير، مثلا تعبير على عدم الاهتمام، مثلا عدم الاهتمام بكثرة الكثرة المشاركين 26. ربما الإقبال في هذه الدورة، الدورة الثانية سيكون أكثر، لأنه الاستقطاب سيكون أحد، الحوار سيكون ثنائي، ممكن المشاركة تكون أكثر، ممكن المخاوف تزداد، لأنه إذا يأتينا رئيس مثلا مشروعه كما قلت لك ربما ينتسب كثيرا للنظام القديم، التونسيين يذهبون للمرشح الآخر، فليس خوفا. شكرا جزيلا لك طيب غلوف، الكاتب والإعلامي التونسي، كما أشكرك جمال الدين طالب الكاتب والصحفي. وبهذا نصل إلى نهاية هذه التغطية الخاصة والمباشرة عن الانتخابات الرئاسية في تونس، حتى ألقاكم في تغطيات قادمة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.